الرئيس الأمريكي ميتشل عاد إلى بلاده تمهيدا لوصول وزيرة الخارجية كلينتون ولقائها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد فشل المساعي لاستئناف المفاوضات المباشرة وبدون شروط مسبقة. هل ستلجأ الدبلوماسية الأمريكية حسب رأيك إلى أساليب أخرى مثلا مفاوضات غير مباشرة؟ تفضل. نعتقد ذلك. هو فعلا زيارة ميتشل وزيارة كلينتون هي تمهيدا للقاء بين رئيس الوزراء نتنياهو وبين الرئيس أوباما في واشنطن في 8 من الشهر المقبل خلال المشاركة في مؤتمر المنظمات اليهودية GA General Assembly في واشنطن. وهذه محاولة لممارسة الضغط الآخر على بنيامين نتنياهو. وانا لا افهم ليش انت زعلان انه في عندنا وحده وطنيه. احنا عندنا وحده وطنيه لجميع الاحزاب الائتلافيه تؤيد رئيس الوزراء، مش زي عندكم في انشقاق. احنا عندنا وحده وطنيه، عندنا موقف واحد، يعني انه احنا مستعدين نمشي مع قضيه. ما تعادش كلامك. احنا انتم بدكم تمشوا تروحوا حسب وفق خريطه الطريق. نعم، خريطه الطريق تقول في مرحله ثانيه دوله فلسطينيه مؤقته. انتم ما بدكم هذا، بتقولوا نتنازل عن المرحله الثانيه نروح دغري للمرحله الثالثه. هذا مرفوض. اذا بدكم تمشوا شوي شوي بدون شروط مسبقه بالنهايه ممكن توصلوا للحل، بس انتم بدكم تغيروا على قوانين اللعبه. ليش انتم اللي بدكم اياه سادتي واللي عليكم بدكمش تاخذوه؟ بدون تحطوا شروط مسبقه. ليش انتم بتحطوا شروط مسبقه في المستوطنات؟ ليش بشكل ده؟ ليش بتحطوا شروط مسبقه؟ بس هو ينزل رهيب. شكرا لهذا الجناح باسم عيد. احنا جناح اليمين ولا اليسار؟ بما ان الطرفين الاسرائيلي يريد المفاوضات المباشره بدون شروط مسبقه والجانب الفلسطيني يرفض ذلك والوسيط الامريكي في الوسط، هل ممكن، وحتى الان للاسف الشديد فشل في استئناف المفاوضات، هل ممكن ان يستمر الجانب الفلسطيني الطرف الوسيط الفلسطيني في مثل هذا المسعى بواسطه مفاوضات غير مباشره بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني؟ لا، انا برايي انه الوضع صعب، ووضع ميتشل يعني هو قد يكون اصعب. يعني سوف لا تكلل زيارته لا هذه القادمه ولا اللي بعدها باي نوع من النجاح. والحل والمخرج برايي على ما يبدو انه احنا موجودين يعني في الحل وموجودين في المخرج. هل المخرج الامور ماشي على ما يرام؟ دكتور جلال، هل المخرج سيكون لا في ضرب حجار ولا في شيء، كل شيء تمام؟ دكتور كدار، هل المخرج سيكون بواسطه اجراء مفاوضات غير مباشره بواسطه الولايات المتحده؟ شوف، نحن في مفاوضات منذ 30-40 عام مع الفلسطينيين على كل الاشياء. لا، ليس هناك اي امل من هذه المفاوضات لان بسبب الانشقاق الفلسطيني. اذا وافق فلسطيني مع اسرائيل على اي شيء سيخونه هذا ويكفره ذاك، ولذلك لا امل في اي مفاوضات وفي اي توصل الى اي اتفاق. الحل الوحيد هو الذي تتمكن اسرائيل من فرضه على الارض. والسؤال يا سادتي، وهذا هو السؤال الاخير لديك الوقت، هل اسرائيل وهل الجانب الفلسطيني في ضوء مواقفه، هل اسرائيل ستغتنم فرصة الجمود الذي يسيطر على المفاوضات وستستجيب لدعوة الرئيس السوري بشار الاسد لاستئناف المفاوضات الاسرائيلية السورية؟ وهنا ممكن ان نذكر ان اقوال وزير الدفاع اود براك بان أقوال الرئيس السوري هي صوت سوري حقيقي وتغيير جوهري. يلبي المحيط. هذا احتمال وارد، ولكن هنا نرى نفس المشكلة في المسار السوري الإسرائيلي، نفس المشكلة زي في المسار الإسرائيلي الفلسطيني. شروط مسبقة لرئيس السوري حافظ الأسد، هو كمان لا يريد مفاوضات مباشرة ويريد وسيط بين إسرائيل وبينه ويرفض الحديث المباشر. هذا شرط مسبق. إذا فعلا يتنازل حافظ الأسد، هو فعلا يريد بشار الأسد إذا فعلا يتفضل ويتحاور مع نتنياهو ويتفاوض مع نتنياهو بصورة مباشرة. أنا 20 سنة 30 سنة، مسار سوري على حساب المسار الفلسطيني. أولا المسار السوري الإسرائيلي لن ينر نور لسببين. أولا إسرائيل حاطة شرط الجولان ستبقى بيد إسرائيل، وبشار الأسد يقول أنا أريد العودة إلى حدود 4 حزيران. هم من هون اختلفوا، ولذلك مفاوضات سورية إسرائيلية انساك منها كليا. باسم عيد، أنا برأيي إذا الرئيس الكرواتي
نجح في عرض قمة ما بين بشار الأسد ونتنياهو فسوف يكون على حساب ليس فقط المسار الفلسطيني بل أيضا على حساب القضية الفلسطينية برمتها. هل سيصة تغتنم الفرصة دكتور قضاء؟ حتى ولو اغتنمت الفرصة النظام السوري بحاجة ماسة إلى عدو دائم لكبت الحقوق الإنسان في سوريا، لمنع النشاط السياسي السليم في سوريا بسبب العدو الذي المحدق بنا جميعا. نعيش حقوق الإنسان في سوريا وحالة الحرب مع إسرائيل ورقة تون هم الوريثين عن حقوق العدو الصهيوني هو ورقة التوت على جميع اختراقات حقوق الإنسان. شكرا سيدتي انتهى وقت البرنامج. أشكرك وإلى السادة المشاهدين مساء الخير وإلى اللقاء آخر. المشاهد واحد إسرائيل مستعدة للسلام بدون الشروط المسبقة. جنان تبقى عندك سلام ما بقدس عندي سلام مقابل السلام عدل السلام عدلي بشارة قال إنه سوريا هي أكبر دولة عربية ديمقراطية في المنطقة الأفضل. عدلي بشارة قال طيب.